شاهد ماذا سجلت كاميرات المراقبة في مكة في أحد المباني القريبة من الحرم المكي. لن تصدق، كاميرات المراقبة في مكة تلتقط صورة لشبح يرتدي الأبيض في إحدى المباني. ولكن إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع. ترصد كاميرات المراقبة حول العالم باستمرار أشياء غريبة في بعض الأوقات، منها أحداث مفاجئة أو ظواهر طبيعية، لكن أحيانا ترصد هذه الكاميرات أشياء وظواهر غير طبيعية وخارجة عن المألوف. وسنتعرف في هذا الفيديو على قصة غريبة لأحد تلك الظواهر الغامضة المحيرة. ولكن قبل المشاهدة لا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا تفعيل الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. نشرت المواقع الإخبارية السعودية قصة غريبة مدعمة بالصور لظاهرة غريبة شهيرة، حيث التقطت كاميرات المراقبة في إحدى مباني هيئة أمانة مكة المكرمة صورا لجسم شبحي شفاف يرتدي جلبابا وشالا أبيضا أثناء ظهوره المفاجئ أمام الكاميرات. وعلى الفور ضجت المواقع والصحف الإخبارية بهذا الخبر، وانتشرت الصور بشكل كبير في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. ما التقطته الكاميرات أذهل موظفي الهيئة المتواجدين في المبنى عندما شاهدوا الصور والفيديوهات لهذا الجسم الشفاف المجهول، والذي يشبه هيئة شخص يرتدي ملابس سعودية تقليدية بيضاء أثناء ظهوره بشكل مفاجئ بالقرب من إحدى بوابات المبنى في إحدى الليالي الهادئة في تمام الساعة 2 فجرا. ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة للصحف السعودية أن كاميرات المراقبة كانت قد التقطت بالفعل هذه الصور التي يظهر فيها هذا الجسم، وظهرت على شاشات المراقبة وسط ذهول الجميع. كما أكد أن المبنى يكون في العادة خاليا من الموظفين في مثل هذا الوقت المتأخر باستثناء أفراد الأمن المنتشرون على مدخل ومخرج المبنى. حقيقة هذا الشيء الذي ظهر فجأة في أحد المساجد، فوقعت أشياء غريبة غير متوقعة. لن تصدق حقيقة ظهور الرجل الغريب بالروضة الشريفة بين المصلين. أكدت رئاسة الحرم النبوي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد كاميرات المراقبة للمسجد النبوي خلال توثيقها لصلاة الجمعة الماضية رجلا غريبا في زي الثوب والشماخ يجلس في الروضة الشريفة بين المصلين، بينما وجهه وجسده يشع نورا ليس سوى عبث ومونتاج. وقال الشيخ عبد الواحد مدير العلاقات العامة في شؤون رئاسة الحرم النبوي: لم نرى شيئا، ولكننا سمعنا ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب عما قيل أنه حدث في صلاة الجماعة الأخيرة، معتبرا ما حدث مجرد تلاعب في المونتاج لا أقل ولا أكثر، وليس من الحقائق التي يصدقها العقل. ومن جانبه مدير مركز تلفزيون المدينة المنورة سعد العوفي: إن ما حدث هو مجرد ضوء انعكس على ذلك الشخص والتقطته الكاميرات خلال توثيقها لصلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف. أما الدكتور غازي المطيري أستاذ كورس الأمير نايف بن عبد العزيز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فقد نبه إلى عدم التعجيل وإطلاق الآراء السريعة المجردة من الدليل حول هذه الحديثة المصورة، وقال إن النور المذكور يسأل عنه المختصون أولا، والأخذ بسبيل التحري والتحقيق ثانيا قبل إطلاق أي وصف أو تسمية مما يقع في علم الغيب، رافضا بناء الحقائق على مجرد إيداء الرأي، حيث يجتمع ذلك بين علم الغيب القائم على الدلائل والبراهين. مضيفا علينا أن نذكر الناس بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذا الموقف الذي قيل أنه حدث مع بداية خطبة الجمعة للشيخ عبد المحسن القاسمي عند الدقيقة 4:30 قد أثار الرعب في نفوس البعض، فيما اعتقد آخرون أنه كائن غير بشري. سنروي لكم قصة عجيبة وقعت في عهد الصحابة أمام الكعبة المشرفة، وهي ظهور ملاك حقيقي في الكعبة، وهذا الملاك قام بأداء فريضة الحج سنتعرف عليها الآن.
القصة تبدأ عند شخص اسمه عبد الله بن المبارك، العابد الزاهد الذي رويت عنه الكثير من الأخبار التي تدل على أنه رجل صالح وتقي، حتى امتلأت بها كتب الزهد والسلوك. فقد كان المبارك والد الإمام عبد الله بن المبارك، يعمل حارسا في أحد البساتين يحرس الرمان والتفاح والليمون حتى لا يتعدى على البستان لصوص أو سراق، وكان يأخذ أجرة بسيطة كان يبدأ بها من الصباح الباكر في عمله، وكان يبدأ عمله بركعات يركعها في البستان، ولا يتوقف لسانه عن ذكر الله عز وجل. فإذا استلم راتبه من سيده، تصدق بثلث الراتب ونفق ثلث الأموال من الراتب على أهله، ويخزن الثلث المتبقي لما سوف يتعرض له. دخل سيده ومعه ضيف يزوران البستان، قال له: يا مبارك، أحضر لنا رمان. فأتى برمان حامض ووضعه بين يديه، قال: هذا رمان حامض، إيتينا بغيره. فأتى برمان حامض أيضا، قال له سيده: أنت لا تفهم، هذا رمان حامض. وقال: والله لا أعرف الحامض من الحلو، لأنك لم تأذن لي أن أتذوق ما في البستان. ولنعرض لكم ما تم ذكره عن هذا الولي الصالح، ومما تم ذكره عن عبد الله بن المبارك، أنه كان ينفق على أصحابه ويجهز لهم للحج، وكان إذا أراد الحج من بلده جمع أصحابه، وقال لهم: من يريد منكم الحج فيأخذ منهم الأموال ويضحي عنده في صندوق ويقفل عليه، ثم يحملهم وينفق عليهم واسع النفقة ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من الهدايا والتحف، ثم يعود بهم إلى البلدة، فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه، ويرجع بالصندوق الذي فيه الأموال فيرد إلى كل شخص نفقته المتبقية من المال. وكان عبد الله بن المبارك يحج عاما ويغزو عاما في سبيل الله، وفي العام الذي أراد الحج فيه خرج ليلة ليودع أصحابه قبل سفره، فوجئ بامرأة في الظلام تنحني على كمة من القمامة تفتش عنها، حتى وجدت دجاجة ميتة فأخذتها وانطلقت بها، فتعجب ابن المبارك ونادى عليها وقال لها: ماذا تفعلين يا أمة الله؟ فقالت: يا عبد الله، اترك الخلق للخالق، فالله تعالى في خلقه شؤون. قال لها ابن المبارك: لماذا لم تخبريني بأمرك؟ فقالت المرأة له: ما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك بأمري، إن الله قد أحل لنا الميتة، وأنا أرملة فقيرة وأم لأربعة بنات، لا يوجد ما يكفينا، وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة، فخرجت ألتمس عشائي وعشاء بنات اللواتي أحرق لهيب الجوع أكبادهن، فرزقني الله هذه الميتة، أفأنت مجادلني فيها؟ وهنا بكى عبد الله بن المبارك وقال لها: خذي هذه الأمانة، وأعطاها المال كله الذي كان ينوي به الحج. وعندما عاد إلى بيته ولم يحج، وخرج الحجاج من بلده وأدوا فريضة الحج، ثم عادوا وذهبوا لزيارته في بيته ليشكروه على إعانته لهم طوال فترة الحج. استغرب عبد الله لأنه لم يحج بل كان في بيته، فقالوا له: رحمك الله يا ابن المبارك، فما جلسنا مجلسا إلا أعطيتنا مما أعطاك الله من العلم، ولا رأينا خيرا منك في تعبدك لربك في الحج هذا العام. فتعجب ابن المبارك لقولهم واحتار في أمرهم، فلم يفارق البلد وكان جالسا في بيته، لكن لا يريد أن يفصح عن سره، ونام ليلته وهو يتعجب مما حدث. وفي المنام رأى رجلا يشرق النور من وجهه يقول له: السلام عليك يا عبد الله، ألست تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة، جزاك الله عن أمتي خيرا يا عبد الله بن المبارك، لقد أكرمك الله كما أكرمت اليتامى، وسترك كما سترت اليتامى، إن الله تعالى خلق ملكا على صورتك كان ينتقل مع أهل بلدتك في مناسك الحج، وإن الله تعالى كتب لكل حاج ثواب حجة، وكتب لك أنت ثواب 70 حجة. سبحان الله، لقد أرسل الله عز وجل ملكا وحج مكان عبد الله، لأنه فقط اعتنى بالسيدة وأعطاها المال الذي كان سيحج به. وفي الأخير لا تنسى دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم.